كنحضروا اليوم في واحد الندوه وطنيه اللي جد مهمه بالخصوص للشباب، لانها جات تحت شعار النموذج التنموي الجديد اي مكان للشباب. فهاد الندوه هذه فعلا جات في وقتها، لان المشروع الملكي اللي جاب النموذج التنموي الجديد في واحد المجموعه من الامور اللي كتعني بامور الشباب يعني الاختصاصات ديالهم والمستقبل ديالهم وكذلك مستقبل البلاد بصفه عامه. ارتأت الجمعيه انها تنظم هذه الندوه هذه اللي هي ندوه وطنيه، حضروا لها واحد المجموعه من الاساتذه والباحثين في العلوم السياسيه والاقتصاديه والدستوريه كذلك، اللي من شأنها انها تبسط هذا النموذج التنموي الجديد من اجل الشباب باش انهم يحاولوا يفهموا مدى التطورات اللي غادي تسري على المملكه المغربيه وكذلك المشاريع المنطويه تحت هذا النموذج التنموي الجديد. فبالتالي كنشكروا جمعيه المواهب التربيه الاجتماعيه لانها جمعيه عتيده، ماشي اول مره كتفتح الباب ديالها للشباب من اجل انهم يوصلوا الصوت ديالهم للمبتغى، انما بدات من سنه 1965 في 15 جنبير، وبالتالي العمر ديالها الان كيوصل 56 سنه. ف 56 سنه من اجل الطفوله والشباب، فهذا عمر كبير كبير جدا اللي من خلاله كنشكروا جمعيه المواهب التربيه الاجتماعيه لانها اعطت الفرصه لمجموعه من الشباب باش انهم يبرزوا الكفاءات ديالهم وكذلك الطاقات ديالهم في مختلف المجالات، سواء الثقافيه او الرياضيه او الفنيه، او يعني اعطت واحد المجموعه ديال الفرص من اجل هاد الشباب هادو. مره اخرى كنقولوا شكرا بزاف لجمعيه المواهب التربيه الاجتماعيه. بصفتي كمنخرطه في جمعيه المواهب التربيه الاجتماعيه فرع قلعة سراغنا، اليوم متواجدين في المقر دار الجمعيات تحت عنوان النموذج التنموي الجديد ايات شباب. كنا كنعرفوا ان الجمعيه تاسست سنه 1956، عندها دابا 59 سنه، كتهتم بالقضايا ديال الشباب، من بينها تأطير الطفوله المخيمات. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر الجمعيه على اهتمامها بالامور ديال الشباب.